السلام عليكم. مين جاي جاي في مين؟ من أكثر من It is my great honor and pleasure to be here today with the keynote speech on African Studies Center of the Solidarity Speak and Form Studies. And to Mr. Kim Hong Ko, President of Busan University of Foreign Studies. Mr. Yu Hwan K, President of Korean Africa Foundation. Mr. Yu Yong So, Director of Institute for Mediterranean Studies. And Mr. Kim T. E, Director of African Studies Center. For inviting me the M1 Corporation for the year 2021, which aims to provide the field of academic exchange politically for economically, socially, and culturally of West Africa. And to establish study and research in the African region. Now, I am going to speak out. بداية فكرة بسيطة عن ليبيا والفضاء الأفريقي. طبعا ليبيا تفقد علاقات تاريخية مع الدول الأفريقية خاصة دول الشمال الأفريقي ويكفي أن نتعرف على فقط بسيط عن قضايا عدة فصلتها الحدود الدول الحديثة وأصبحت أسوة الدم والعرق بين الجنسيين والفريقين ناهيك طبعا عن الإجراءات المختلفة عبر الزمن وهذا يكفي لتصور حجم التأثير والتأثر بين ليبيا والجوار الأفريقي. لقد تفاعلت ليبيا منذ استقلالها في محيط الأفريقي سواء من خلال العلاقات الثنائية التي تربطها الدول الأفريقية أو في إطار العمل المشترك من خلال المنظمات الإقليمية والخارجية. نصل إليكم بعض العلاقات على المستوى الثنائي على مثل من الدول الأفريقية. ارتبط ليبيا بعلاقات دبلوماسية في جميع الدول الأفريقية. وهنا تجدر الإشارة إلى أن ليبيا تمثل دبلوماسياً مقيم تمثيل دبلوماسي مقيم داخل القارة الأفريقية حوالي 40 دولة أفريقية. كما أنها وقعت اتفاقيات مختلفة للتعاون مع الدول الأفريقية تغطي عدة مجالات. مجالات مختلفة حقوقية، اقتصادية، تعليمية. بالإضافة للعمق التاريخي للعلاقات ليبيا مع الدول الأفريقية خاصة الجوار فالهدف والرؤية السياسية على مدى عقود أعطت دفعة قوية لهذه العلاقات. وليس بالإمكان تناول علاقات دولة ليبيا مع جميع الدول القارة، ولكن يكفي أن نتناول بعض الأمثلة منها في ضيق الوقت والله. نبدأ بالعلاقات الليبية مع جمهورية تشاد. يرتبط الشعبين بعلاقات تاريخية قديمة، فقد ساهمت الحركة السياسية الليبية في تطوير العلاقة بين الشعبين. منذ أن التقى مؤسس الحركة السنوسية السيد محمد بن علي السنوسي الكبير والسيد محمد شريف بن صالح شهادة الجنسية طبعا في الحجاز في المملكة العربية السعودية. ومنذ ذلك الزمن أصبحت العلاقة مترابطة بشكل متزايد بين الدولتين. وشهدت في فترة نهاية القرن التاسع عشر هجرة أعداد أفراد بعض القبائل الليبية لأسباب سياسية ربما، وكذلك بحثاً عن المراعي والقصبة والمياه من بين القبائل الليبية. من بينهم القبائل الليبية اللي هاجروا كما يقال إلى تشاد، مولاة سليمان، والقلة،
المغاربة الكساوة هذه كلهم قبائل ليبية طبعا تجعوا لجمهورية تشاد. استقر معتمرهم في تشاد. بعد الاستقلال بتنصيب السيد محمد إدريس السنوسي الملك لليبيا آنذاك فتحت قنصلية ليبية في تشاد من 1959. وقامت ليبيا وتشاد بالتنسيق بينهما على المستويين السياسي والثنائي والاقليمي، لا سيما خاصه في اطار تجمع الساحل والصحراء المعروف بتجمع سويسرا والاتحاد الافريقي. وايضا تبادل كثير من الزيارات والتنسيق المتبادل لا تتوقف بينهما الى هذه الساعه. التنسيق بينهما في كافه القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك اجتماع الرئيسين والاجتماعات الوزارية. وحرصت جمهورية تشاد على المشاركة في الاجتماع المتعلقة بالوضع في ليبيا منذ سنة 2011 بما في ذلك اجتماعات مجموعة الاتصالات الدولية حول ليبيا، وزراء خارجية دول الجوار ووزراء خارجية دول الجوار ولجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا ووزراء خارجية مالية بليبيا. وظلت سفارة تشاد في ليبيا هي أحد السفارات القليلة التي استمرت في العمل رغم الظروف الصعبة التي واجهتها العاصمة طرابلس منذ 2011. ننتقل إلى العلاقات الليبية مع جمهورية مالي. تربطنا علاقات العلاقات الثنائية واتفاقيات عدة مع جمهورية مالي ونحدد منها دار الحصر عدة اتفاقيات موقعة بين البلدين، حوالي 17 اتفاقية مختلفة في المجالات الاقتصادية والثقافية وغيرها. كما بلغ حجم الاستثمارات المنفذة في جمهورية مالي بقيمة 115 مليون دولار أمريكي، إضافة لاستثمارات أخرى قيد التنفيذ حاليا وتبلغ قيمتها حوالي 76 مليون دولار. مع بداية الأزمة في مالي تابعت ليبيا التطورات السياسية التي تشهدها وأدت طلبها أداء ليبيا هناك، واستنكرت قيام الحركة الوطنية لتحرير الأزواج بإعلان استقلالها. كما أكدت على وحدة المنطقة المالية ورحبت ليبيا أيضا بالتقدم المحرز في توقيع أطراف الأزمة في مالي طبعا على اتفاق الجزائر في سنة 2015. وشاركت ايضا ليبيا في المؤتمرات بخصوص الازمه الماليه لاهميه دورها في اي ترتيبات امنيه قد يتم تناولها فيما يتعلق بمنطقه الساحل والصحراء عامه ومنها هي عضو في المنطقه. واكدت من خلالها ظروف استقبال الامن والسلام في دول الجوار والمنطقه الغربيه القاره. نتج الان للعلاقات الليبيه مع جمهوريه جنوب افريقيا. جنوب افريقيا والشعب الليبي يتمتع بمكانه خاصه مع بعض، حيث دعمت جنوب افريقيا ليبيا ماديا ومعنويا. جنوب افريقيا في نضالها ضد نظام التمييز العنصري الذي تطرده الاقليه البيضاء في جنوب افريقيا. ليبيا لديها علاقه دبلوماسيه مع جنوب افريقيا منذ افتتاح سفارتها في مانيا فبراير 1995. ومن جهتها جنوب افريقيا اعترفت بالمجلس الوطني الانتقالي في شهر 12/2011 وقت الاحداث، عندما ارسل رئيس دوما مبعوثا شخصيا وزير الامن القومي الى ليبيا، والتقى حينذاك برئيس المجلس الوطني الانتقالي ورئيس الوزراء ووزير الخارجيه ووزير الدفاع ووزير الداخليه والعدل، واكدوا اعتراف جنوب افريقيا بالمجلس. ونوقش القضايا عده طبعا بخصوص التعاون الثنائي بينهما. واعرض جنوب افريقيا من خلال مبعوثها عن رغبتها في تعزيز العلاقات الثنائيه والمساعده في قضيه العداله الانتقاليه والمصالحه الوطنيه في ليبيا.
وفي سياق ومساعدتها أيضا في سياق الدستور بناء طبعا على تجربتها الغنية في هذا الصدد. نتجه الآن اتجاه آخر وهو للاستثمارات الليبية في القارة الأفريقية بصفة عامة. بالإضافة إلى المساعدات المالية التي قدمتها ليبيا لعدد من الدول الأفريقية، فقد تم منح قروض ميسرة لبعض هذه الدول. كما أقيمت مشاريع استثمارية في معظم دول القارة. تتنوع عشرة الاستثمار الليبية في القارة طبعاً بين مجالات خدمية، إنتاجية، مصرفية، لتشمل حوالي 41 دولة أفريقية. وهذه المساعدات المالية التي قدمتها ليبيا لأفريقيا طبعاً يشرف عليها عدد من المؤسسات. ومن ضمن هذه المؤسسات مؤسسة محفظة ليبيا أفريقيا الاستثمارية. محفظة ليبيا أفريقيا الاستثمارية هذه تجاوزت قيمة استثمارها المحفظة 2 مليار دولار موزعة على عدة شركات. منها شركات ليبية والاستثمارات الأفريقية تتجاوز قيمة استثمارها حوالي 1 مليار دولار، متمثلة طبعا في فنادق موزعة على أكثر من 15 دولة. حوالي 22 فندق موزعة على أكثر من 15 دولة، وعدد من الوحدات الصناعية والمشاريع الزراعية. كما استثمرت شركة ليبيا قوي القابضة أكثر من 400 مليون دولار في القارة الأفريقية بالذات، موزع على حوالي 22 دولة أفريقية أيضا. وشركة لابليل للاتصالات يصل استثمارها حوالي إلى نصف مليار دولار، يعني إلى أكثر من 6 دول أفريقية. عندنا صندوق تشجيع الاستثمار الشعبي في أفريقيا. هذا الصندوق طبعا له نشاط استثماري في عدد من الدول الأفريقية، ويعمل الهدف منه والعمل على منح قروض للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في أفريقيا. تركز هذه الاستثمارات على قطاع الخدمات، منها وقد صرف تم منح الصندوق قروضا بحوالي قيمة 250 مليون دولار ووزعت على 13 دولة أفريقية. وأيضا البنك الليبي الخارجي، مساهمات البنك الليبي الخارجي في البنوك الأفريقية أكثر من 60 مليون دولار موزعة على حوالي 7 دول. ونأتي هنا إلى مصر الساحل والصحراء. الساحل والصحراء هذه 45% من نسبة مساهمة الليبية في مصر الساحل والصحراء من رأس مال المصري، التي تجاوز حوالي نصف مليار دولار وينقل فروعا عدة في أكثر من 13 دولة، منها لالا الحصر وجمهورية مالي فيها استثمارات متنوعة، فنادق، مصانع للتبغ، عدد حوالي 7 محطات وقود، أيضا أسهم في شركات نفطية ومصارف، وأيضا جمهورية أفريقيا الوسطى يوجد بها عدد من الاستثمارات تتمتع نفس الشيء في فنادق وفروع لمصارف ووحدات سكنية متكاملة، وجمهورية النيجر وجمهورية جيني وبوركينا فاسو كل منهما يوجد بها عدة استثمارات ليبية متمثلة في قرى سكنية متكاملة، فنادق، شركات مقاولة، اتصالات. والمهم في هذا أن أكثر من 200 مشروع لأكثر من 500 مستثمر ليبي تحصلوا على قروض تشجيع الاستثمار في أفريقيا. نجو هنا ننتقل للسياسة الخارجية الليبية بشكل عام تجاه أفريقيا ودول الجوار بشكل خاص، من أسس ومبادئ راسخة تتمثل في تسديد طبعا بشكل عام مع الدول الأفريقية وبشكل خاص مع دول الجوار. سياستها مع الدول هذه إن هي احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام استقلالها وسيادتها ووقت اضطرابها، والتزامها بالمواثيق الدولية الداعية إلى ترسيخ وتعزيز السلم والأمن الدوليين، ونفذ استخدام القوة أو التهديد بها
في حل أي نزاع انطلاقا من قناعة ليبيا التامة بأن الحوار السلمي هو أنجح السبل للوصول إلى حل جميع المشاكل، كما أنها تبين الإرهاب وأعمال العنف بجميع أشكاله. طبعا لا يسوغ الا احترام حقوق الانسان والحريات الاساسيه كعنصر اساسي لا بديل له لبناء مجتمعات مسيحيه سليمه ومتطوره، كما تدعم بشده وبشده الديمقراطيه والعداله كمحور اساسي ولا خيار ولا بديل له، كنقطه انطلاق لتاسيس دوله ذات حكم جيد والانفتاح على الاخرين في بناء علاقات ثنائيه تقوم على تحقيق المصالح الاستراتيجية المشتركة وتعزيز العلاقات الشراكة والعدالة بين الشعب الليبي والشعوب الإفريقية والشعوب الأخرى. من هنا ننسب إليكم بعض رؤية ليبيا، رؤية ليبيا في التعامل مع الملفات الإفريقية خاصة التي لها تداعيات وانعكاسات على المنطقة القضية، ومن خلالها ومن خلال هذه الرؤية طبعاً تؤكد ليبيا على أهمية العمل المشترك والتعاون والحرص على إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية. تتمثل في أن ليبيا تولي أهمية كبيرة لجهود الاتحاد الأفريقي منذ تنفيذ العديد من الأنشطة والمشاريع الاستراتيجية وفقاً لولاية الاتحاد الأفريقي وإنجازاته المختلفة. ولا شك أن هذه الولاية تعتمد بشكل أساسي على دور مساهمات الدول الأعضاء، مساهمات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لصالح الدول الأفريقية. كما أن ليبيا استمرت منذ تأسيس الاتحاد الأفريقي في دفع الأنشطة بكل الإمكانيات المتاحة لها، كما تولي أهمية خاصة لعلاقاتها مع الدول الأفريقية لما تمثله أفريقيا من عمق استراتيجي وأهمية كبيرة بالنظر للمواضيع والقضايا المشتركة بينهم، خاصة الأمنية وتدفقات الهجرة وأمن الحدود. وتسعى من خلالها الانخراط في آليات واستراتيجيات على الصعيد الثنائي والإقليمي لمعالجة هذه المخاوف. هنا ترتبط ليبيا على المستوى الثنائي بالعديد من الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم التي من شأنها تعزيز مستوى التعاون في العلاقات الثنائية بين الشعوب وخلق قاعدة مشتركة لحلحلة العديد من التحديات المذكورة سابقا. طبعا مما أتاحت إلى تم توقيع اتفاقيات يعني مع السودان وتشاد والنيجر، اتفاقيات أمنية للتعاون عبر الحدود منذ سنة 2018 للحد من الجريمة والهجرة غير الشرعية، اللي أصبحت الآن قضية واضحة. كما أن ليبيا تهتم بشكل كبير بالأشقاء في الأفارقة الموجودين في ليبيا، والأهم من هذه النقطة اهتمام ليبيا بالأفارقة الموجودين في ليبيا حيث يتلقون معاملة إنسانية وفق المواثيق الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية. رغم التحديات الصعبة بسبب انتشار جائحة كورونا عافانا الله وإياكم وغيرها من التحديات، تستمر ليبيا في تقديم كافة سبل الراحة والخدمات وفق الإمكانيات المتاحة. نشير هنا بأن لهذه الشريحة شقائنا في الأفارقة طبعا لها دور إيجابي في التنمية وتسيير دفة الاقتصاد الوطني في ليبيا من خلال اختراقهم في المهن المختلفة. كما أننا ندين كل التقارير الإعلامية التي حاولت التضليل وإظهار الوضع على غير حقيقته بشأن وضع المهاجرين في ليبيا، وقناعتنا بأن الحل الجذري لهذه المشكلة، مشكلة المهاجرين، يكمن في إقامة مشاريع تنموية في بلادنا. هذا يمكن تم التطرق للموضوع هذا. كما أن ليبيا لا زالت تشارك بفاعليات في اجتماعات مسار نواكشوط للتعاون الأمني في منطقة الساحل الأفريقي،
وتشارك أيضا بفاعلية في إيجاد حلول القضايا الأفريقية خاصة ملف الهجرة غير الشرعية اللي تعتبر ليبيا يمكن أكثر قوة تصرف فيه وهي ظاهرة عالمية طبعا معروفة من خلال الآليات التي تعمل ضمن أجهزة الاتحاد الأفريقي ومنها فريق العمل الثلاثي الذي يضم الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وتتمثل ولاية الفريق في تأخير المهجرين أواعي إلى بلادنا كما أن ليبيا تدعم وتؤكد على المواقف الأفريقية المشتركة سواء كانت تتعلق بحق أفريقيا في الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي وفقا لإعلان سلف وتوافق لسلوفينيا أو الموقف الموحد من الاتفاقية العالمية للهجرة وغيرها من المواقف التي يتم اعتمادها ضمن السياسات واستراتيجيات الاتحاد الأفريقي المعنية بتنفيذ أجندة أفريقيا 2063 بالإضافة إلى مواقفها الموحدة تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية. تتولى ليبيا حاليا رئاسة اتحاد المغرب العربي كمجموعة إقليمية تهدف إلى تعزيز التكامل القاري من خلال البروتوكول المنظم بالعلاقة بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية. كما تتولى ليبيا رئاسة قدرة منطقة شمال أفريقيا وهي آنية إقليمية ضمن أنوية القوى الأفريقية الجاهزة لتمكين مجلس الأمن مجلس السلم والأمن الأفريقي من أداء مسؤولياته فيما يتعلق بنشر بعثات دعم السلام والتدخل. كما تشيد أيضا ليبيا بكافة الجهود الأفريقية وخاصة على مستوى الاتحاد الأفريقي ولجنته الرفيعة المستوى بشأن ليبيا والهادفة إلى دعم المسار السياسي والانتقال السلمي والوصول إلى إجراء انتخابات في ديسمبر في نهاية عام 2021. Thank you for listening to my speech. Thank you for your presentation. Is there any question for the presentation? Yes, please. Okay. 지중해 지역은 오나 파르쿠 교수님께서 수고해 주시겠습니다. Good afternoon. My name is Bang Soo Kim. I'm of the Institute of African Studies at University of Foreign Studies. Just the first ambassador H.E.Hosameddin M.M remarks on the theme of the keynote speech have a lot to do with the topic I'm going to present today. I think your keynote speech can make a significant contribution to solving the current Sahel-Asia's problems, and in that sense, it is a very meaningful presentation. I personally hope that the communities of the Sahel-Saharan states, or Sahel and Sahara organizations, will be created in order for the for such an organization to emerge, although many problems need to be solved. I think Africa should move toward the slogan of African solutions to African problems. I would like to ask you the following questions. First, I would appreciate if you could give a brief explanation of how the political situation in Libya is currently going. That is because considering Libya's role in the past, stability and peace in Libya can make a very important contribution to stability in Africa, especially in North Africa and the Sahel region. Second, such the first Institute on Economic Cooperation through the establishment of new regional organization, for example, communities of Sahel-Saharan states. So, shouldn't political cooperation be a priority for regional stability? The reason for this
is that the economic cooperation is difficult in a politically unstable situation. Lastly, Charles Pierre said that Libya wants to establish the communities of Sahel-Saharan states organization. I'd like to ask you what role you think Libya can play in the future in the Sahel region problem. Thank you very much. Sahara region? Because I want to ask about the new organization pursued by Libyan government. Okay, Saad Safir, salam alaikum. بالنسبة للأسئلة هو في البداية شكر حضرتكم على هذه المشاركة على هذه المشاركة الفعالة في مؤتمرنا ويسأل حضرتك سعادة السفير في البداية عن الموقف السياسي في ليبيا في وبتطوراته الأخيرة وأيضا عن سبب تبني ليبيا لدور اقتصادي أكثر منه سياسي بالنسبة لمنظمة الصحراء أو منطقة الصحراء الأفريقية يعني يسأل عن دور ليبيا في هذه في التعاون الإقليمي في يعني يرى أنه أكثر منه اقتصادي أكثر منه سياسي فيسأل عن هذا السبب وأيضا عن الدور المستقبلي لليبيا في بالنسبة للتعاون الإقليمي في المستقبل شكرا سعادة السفير الحالي في ليبيا إن شاء الله بعد مخرجات قريبة إقليم حالية في ألمانيا ليبيا تتجه إن شاء الله إلى إجراء انتخابات في شهر ديسمبر 2021 نعمل يعني أن الانتخابات تجد بطريقة صحيحة وآمنة ومن بعدها سيأتي نجاح المتجهين نحو المسار الديمقراطي من خلال طبعا هذه الانتخابات وبعدها ان شاء الله ستتمكن التعاون بين استئناف اتفاقيات واستئناف التعاون مع البلد المتعارف يعني فيما يتعلق بالتنفيذ في حاله حرجه امنيا واقتصاديا في حاله الاحداث التي معروفه لكل امه لكن املنا ان شاء الله حاليا في 24 ديسمبر بعد 24 ديسمبر ستتغير من أحسن حال إن شاء الله. نعم شكرا سعادة السفير. موضوع سبب تبني ليبيا اقتصاديا أكثر من سياسيا في الدول الأفريقية. طبعا ليبيا بلد أفريقي أولا وتمتد مع علاقات تاريخية قديمة مع الدول الأفريقية خاصة الجوار أو خاصة عامة يعني الدول الأفريقية وخاصة دول الجوار. اقتصاديا هي سياسيا نحن متفقين معهم سياسيا بدليل أن ليبيا سياسيا أنشأت هي الدولة التي أنشأت دورها في إنشاء تجمع دول الصحراء والصحراء وما يأتي منهم من اتفاقيات وبنود وغيرها من الأهداف دول الصحراء والصحراء وأهدافها طبعا هي ليست اقتصاديا بحد ذاتها بل اقتصاديا سياسيا ثقافيا تنمويا استثماريا يمكن تغلب اقتصاديا اكثر من اي شيء ثاني لكن يربطنا بها علاقات سياسيه لافريقيا ان افريقيا تدعم ليبيا لحد هذه الساعه من الخروج الى بر الامان وتدعم دول المساعده لليبيا في انتخابات ان شاء الله في 2021
شكرا. الدور المستقبلي في ليبيا طبعا ان شاء الله الدور المستقبلي في ليبيا متجه الى المسار الصحيح، المسار الديمقراطي، وهو الان حاليا متوقف على الطمأنينة في ليبيا اولا، ومن بعدها سياتي الشغل في المستقبل الليبي ان شاء الله. شكرا. نعم، شكرا سعادة السفير للإجابة. Libya is now waiting for the election to be held in December. So after holding the this election, it's expected to start its process of democracy. And then through this process, it can promote more cooperation with other African countries and all other countries. As for the political rule that adopted by Libya, always Libya had a leading rule in the region. It has even contributed in establishing the organization of Sahara, of Sahrawi region, and it also would continue this rule, and it has a good relation, political relation with other African countries. As for the future rule, it depends on the security situation. So we hope that this election would be a start for the democracy achievement in Libya, so that it can lead a good rule in the future. So this is briefly what I can say. So any other questions? His Excellency H.E.Hosameddin M.M, for Embassy of Libya in Korea. Assalamu alaikum. Thank you so much for your informative lecture. I enjoyed your presentation on regional issues. We would like, however, we would like also to hear from you about the latest development on political issue in Libya, and especially we would like to know more about the role of groups and also regional actors in Libya and the impact of these groups and regional actors on regional cooperation. Thank you so much. Thank you, Professor Muzaffari. So, سعادة السفير، سؤال الأستاذ الدكتور مظفري هو عن آخر التطورات الحديثة في بالنسبة للسياسة، التطورات السياسية في ليبيا، وما هي أدوار الجماعات في تلك التطورات والفاعلين الإقليميين في القضايا السياسية الراهنة في ليبيا؟ بالنسبة للسؤال الآخر، التطورات والتقدم في ليبيا، كما قلنا سابقا، يعني نحن متجهين إن شاء الله نحو المسار الديمقراطي من خلال الانتخابات الـ 24 ديسمبر 21، والذي يضمن إن شاء الله
طبعا بعد هذا الحكومة الوحدة الوطنية وعدم اتصالية بتوحيد الدولة كاملة. والآن ننتظر في 24 ديسمبر إن شاء الله مع القوى الداعمة الأفريقية كجوار كدول عربية كدول أفريقية وآخر شيء في مؤتمر برلين 2 ومخرجاته سترفض جميع بنود المؤتمر الطبي إن شاء الله. ونأمل دعواتكم لنا طبعا في 24 ديسمبر نطلع بانتخابات كويسة وتجرب معاناة الشعب الليبي كلها وتبدأ صفحة جديدة مع كل دول الجوار العربية كأفريقية كدول واقفة وداعمة في الشام الليبي. نتمنى ذلك. شكرا سعادة السفير. So the answer was as he formerly said about that we are all expecting for this for the democratic process to start through the coming elections in December in this year. So we hope all that through this democratic process all the powers, all the people in Libya would reunited again, and we hope that also we get all the support from other African countries to start our secure and safe democratic process. So that's briefly the answer. Okay. Any other questions? Okay, thank you. شكرا سعادة السفير. فرصة سعيدة. شكرا لمشاركتكم.